اسم زكريا الصوفي من السكينة ديال فيدا مس السلطان. انا تنسكن في الصباح كنا ناعسين تسمعنا التحقيق وسمعنا هذاك الشيء طاح نضنا مخلوعين ما كذبش عليك نضنا مخلوعين شنو كاين راه ولينا مخلوعين ما تنعسو ما في خاطرنا ما والو مخلوعين هذا لا وتنطلبوا من المسؤولين ومن الناس يديروا لنا شي حل داكشي اللي هو هاد السيدة قنديل فتيحة ساكنة في الدوزيام طاحت عليا الضالة لمدة ديال عام دابا مشيت للمقاطرة صيفطوني للجماعة جاو عندي مشينا جبنا الخادم خلصناه وما عدناش وما فحلناش وتكلفنا وتسلفنا خلصنا الخادم وعيطنا لمول الدار جا مسكين مشى معنا للجماعة كاين ولد واحد قالك سميتو هشام ولد خوه سي عاغد تيقول لك لا الدار باقا صحيحة وحنا راه ما تنعسو لا ليل لا نهار حنا راه عايشين في الرعب حنا راه عندنا وليدات صغار جارتي البارح مسكينة جرات غير البطاق فزنا كاملين كنا عندنا كنغوتو راك شفتو الحالة كلها كيف دايرة شفتو داك السطح شتي راه المهم كلشي راه عندكم كلشي حنا المهم دعيناهم الله ياخذ فيهم الحق دعيناهم الله ياخذ فيهم الحق. السلام عليكم معكم هنا بالغريب اللي ساكنة في البروميان انا متضررة مع 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 السكان اللي معايا دارت طول البارح حنا ناعسين صبت غير هذيك شوية الشتا تطاع علينا طاح شوية الحيط خرجنا كنجريو مع ذلك ما كنا عاطين تقرير العام هذا وما جات حتى شي واحد حتى النهار اللي طاح هذا عجوا السلطات قاموا بالواجب ديالهم الله يرحم ليهم الوالدين ولكن كنتمناو من هذاك الوارد الاخر اللي يدير معارضه يدير معنا حل اما يجيب اثبات كيف ما قال ليهم اما يجي يدير اصلاح الناس ومع ذلك ومعه هو خدام في الغرفه التجاريه كيتعنى بها كيقول لنا دابا نجي نشري لكم ديور وكلكم انكم مخلصينش الكرا وعدنا التواصل باننا خالصين الكرا والسيده فتيحه كتصيفط لي فلوس الكرا وهو ديما كيجي كيقول لك انكم ما مخلصين الكرا لا حتى شي حاجه حنا متضررين كتشوفوا الحاله كيف دايره حتى شي واحد الكرا لدرجه كي قال لك كيتسال فتيحه قنديل فتيحه كتعطي لامو انا كنخلص الكرا كلشي الدار كيخلصوا الكرا حنا الدار انا كنمشي كنخلص 1500 كتسالي ما كيتسال كيتسالني حتى ريال انا كنبدا نتواصل بعدا السمسار اللي جابني نهار الاول كرا ليا بلا تواصل انا ساكنه كتجيو عندي هذا الاسبوع ليا ما عطاوني حتى ورقه ما دايرين معايا ورقه ما دايرين معايا تواصل نهار اللي بغيت نصاوب لاكارت تنطلب فيهم باش يعطوني توصيل المقاطعه باش نصاوب لاكارت عطاو عندي الشهود هادشي بالدليل وبالشهود عندي الشهود اللي جابوا لي توصيل واحد قالوا لي سيري صوبي به لاكارت ديالك اللي طاحت لي واحد العام من ذاك الوقت لدابا ما عمرهم عطاوني شي توصيل كتجي مو كتاخذ فلوس الشهر كتاوي واجب كلشي تنأديو هذاك الشيء من الشهر فهمتيني ما كاين لا شي واحد تيتسنى شي حاجه حنا تنطلبوا من المسؤولين ومن الناس المسؤولين يجيو ويشوفوا هذا الشيء وهاد الوضعيه اللي عايشين في الدار علاش نعيشوا الراب ما كذبش عليك اخويا هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين اخويا هاد الناس الله يهدي ترجعت الجماعه البارح حتى طاح الثور على الدري هذاك اللي جا دابا عاد جاو الناس ديال الجماعه دابا كنتسناو كيما كان داير واحد هشام ديال التعرض غنشوفوا المهم غير خلاصه القول طاحت الدار وقعت شي مشكل هشام كيتحمل المسؤوليه حيت مع الشتا دابا تقدر طيح على شي هاد السي هشام راه كيتحمل المسؤوليه اما مول الدار الاخر راه جا راه شفتو التصريحات ديالو سمعتو السيده شنو قال اما مول الدار هذا راه دبا راسه المسؤولية قاس عنده هو ذنب هاد الناس على ذنب هاد الوليدات عليه إلا طاح الدار على شي واحد دايز عليه راه كيتحمل المسؤولية ديالو حنا اللي علينا راه حنا درناه حنا ما كرهناش يجيو يصلحوا لينا يشوفوا هاد الشيء قادوا لينا شغالنا باش نعرفوا فين كنحطوا فلوسنا واش حنا جا كوميسير ديال الفيدا تيغوت على مول الدار قال لي ما تخلصوش مع الناس في الكرا سيروا صلحوا لهم ولا ديروا معاهم شي حل الدار اهل السوقات كل شهر وهذا الشيء اللي طرا لنا في الدار بزاف علينا هما راه عارفين بما طايحه وعارفين بأيلة اللي سقط وبقاو كيأخروا فينا ما عرفناش علاش واش بأنهم على حساب هذا الشيء اللي طاري بيناتهم ولا الله أعلم هذا الشيء اللي كاين وكنتمناو ديروا لنا شي حل في أقرب وقت وباش ما كان حنا ما بغينا حتى شي حاجة الله ينصر سيدنا وعاش الملك وعاش الملك. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.